منى، ليش تحب نادي الهلال ومو أي نادي غيره؟ يستاهل. ليش ما صرت لاعب كرة طالما أنت تحب كرة القدم؟ بس لا، بس أنت وأنت صغير ما كنت كذا. لا لا، ما كنت كذا. هذه ترى هذه سبة يا سلطان. معلش. بس صح، ما كنت كذا. أنا لما صرت رئيس زدت 20 كيلو. لا تسألني كيف. طب أنا قصدي وأنت صغير ليه ما فكرت إنك تصير لاعب كورة؟ ما كنت لاعب كويس، يعني ما كان عندي موهبة عبد العزيز. طب أنت تعرف ليش كل ما تزعل أو تخسر مباراة بالهلال تاكل؟ اي انا من غير مناسبه اكل، مش على الفاز الهلال انهزم الهلال ولا ما شفتني بهالوزن يعني.